الفكرة في توسعة الحجة وليس الحرم، لأن المخرج قال لي لا توسعة الحرم أنت بتقولي غلط، إحنا بنتكلم في فكرة إنه يعني أحد الباحثين قال إن هما الحجة أشهر معلومات لا الأربع شهور اللي هما بتوع الحرم، يعني لا اقترح إنه ليه ما يتعملش الحج فيهم على الأربع شهور دول، طيب بحيث نوسع على الناس وما نكربسش كل المسلمين في يوم واحد، وانه الايه القرانيه بتقول الحج اشهر معلومات وفي همه يعني عائده على ان هم يعني الحج يبقى عائد على انه في همه في الاربع شهور دول، فهو شايف انه لا ربنا يقصد ان الحج يبقى يتم في اربع شهور، ايه راي حضرتك؟ هو بس ايه يعني او يتقسم على الاربع الرد شهور؟ الرد عليها كده رد عقلي ورد عرفي ورد ايوه لغوي ورد تمام شرعي ورد اصطلاحي ورد تاريخي، يعني في 300 رد في المساله، ماشي. وما بنشتمش اللي قالوا الراي ده على دماغنا من فوق، جزاهم الله خيرا في اجتهادهم هما بيجتهدوا وبيجتهدوا، انما هنيجي نقول حاجه ببساطه متناهيه عشان بس نخاطب عقولنا وعقولهم، نقول لهم الاسلام منذ جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، منذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لانه الاسلام قبل النبي الى يومنا هذا عدى كم قرن؟ 14 قرن. تمام. هل ال 14 قرن دول ما كانش عندهم اي اجتهاد في المساله؟ الجواب لا. اجمعت الامه طوال 14 قرن بفقهائها وعلمائها ومفسريها وعلماء حديثها وعلماء الفقه واختلاف الفرق على ان الحج عرفه، وهو الذي يكون في التاسع من شهر ذي الحجه من كل عام هجري. ماشي. الامر الثاني دليلهم ايه على هذا؟ دليلهم العقل والنقل. اما النقل فما ورد في قوله تعالى الحج اشهر معلومات. الله، القران نزل على العرب. العرب كانت منهم مؤمن ومنهم كافر. الكافر كان بيتلكك علشان يشكك في القران. فكان ممكن اول ما تيجي الحج اشهر معلومات يقول لك لا ما نعلمهاش. ما فيش حاجه اسمها معلومات. ما حدش قال لنا عليها. القران بيتكلم باي كلام. ما حدش قال الكلام ده. انما لما سكتت العرب دل على ان الحج اشهر معلومه قبل النبي محمد نفسه. ماشي. يبقى الله، يبقى كان في حج وطواف قبل النبي؟ كان في حج وطواف قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمه معلومات معلومات عند العرب. السؤال الثالث اللطيف قوي، كل شهر له عند العرب قصه، محرم بيتحرم فيه القتال مثلا، مش كده؟ رمضان كانت السماء الدنيا ساعتها رمضاء شدة الحرارة. رمضان مش محرم، مش لا 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 شهر حرم. أنا بقول سبب تسمية الشهور. أوكي. الجو كان أيامها بديع فسموه ربيع. مش كده؟ الجو بقى تلج سموه جمادة. أيوة. من التجمد. رجب. ورجب. الرجب الإرجاب، الإرجاب هو حالة من حالات الثبات والسكينة اللي بتنتهي بالناس. انما لانه كانوا بيسموه رجب مضر، يعني رجب الاصم، لا تسمع فيه قعقعه سلاح. تمام. انما تعالى كلمه ذي الحجه. الله، العرب عن بكره ابيهم سموه ذي الحجه ليه؟ لانه عارفين ان الحج فيه، مش في حته تانيه. ايوه. طب وليه ربنا سبحانه وتعالى قال اشهر معلومات، ما قالش شهر معلوم؟ تمام. أشهر معلومات، أشهر الحج ابتداء عشان نعرفها هي شوال وذو القعدة وذو الحج، وربنا سماها معلومات عشان معلومات عند العرب. وليه خلاها أشهر قبليها، يعني شوال وذو القعدة قبليها؟ دول إيه؟ علشان يستوعب الإحرام للي عاوز يحرم في الرحلة من بلده البعيدة، على ما يوصل يبقى فيها شهرين. فيأمن فيها الحجيج، وإذا مات لبيا او بعث ملبيا لله سبحانه وتعالى، ويستطيع التلبيه من بلده التي هو فيها، فيفسح المجال للاحرام وليس للاداء. ادي معنى كلمه الحج اشهر معلومات. وانما خدي بالك بقى، هي مش ثلاث شهور، هم شهرين وتسعة ايام. او شهرين وعشرة ايام على خلاف الاختلاف. ذي الحجه العشر الاوائل من ذي الحجه. او التسعة من ذي الحجة، يعني طبعا احنا بنقول للعشر الاوائل لانه بينتهوا بغروب شمس بغروب شمس العاشر من ذي الحجة، بشروق فجر العاشر من ذي الحجة، فادخل فيه مجازا اليوم العاشر. انما علشان تسعة ايام خليتهم شهر كله، يبقى تقول الحج شهران.
وتسعه ايام. ليه بتقول الحج شهرين؟ مش المفروض يقول الحج شهرين، شوال وذو القعده وتسعه ذي الحجه؟ طب ليه قال اشهر؟ اشهر واشهر دي جمع، والجمع يعني اكتر من واحد واكتر من اتنين. طبعا مش كده؟ قال لك لان البعض يدخل في الكل. ازاي يعني؟ احنا في اللغه العربيه يقول لك ايه؟ مش فلان الفلاني قابلته يوم الخميس؟ اقول تاني، فلان الفلاني انا قابلته يوم الخميس. يبقى كل يوم الخميس كام ساعه؟ 24 ساعه. هل انا قابلته كل يعني بالظبط كده؟ ممكن اكون قابلته خمس دقائق، خمس دقائق وانا بذكر اسم الخميس ده. يبقى اذا البعض يطلق على الكل في اللغه العربيه. او قابلته الشهر اللي فات، او قابلته الشهر اللي فات. هل انا قابلته الشهر اللي فات دي 30 يعني يوم قعدت 30 يوم انا وهو باصين لبعض كده؟ هل ده يعقل؟ حد يقول حد عاقل؟ الله يسترك. الله يسترك. اصل الناس اللي بتقول الكلام ده ناس عندها حاجه يعني مشكله في لا يعني احنا يعني فهموها زي ما حضرتك بتقول، انه في احيانا بيبقى تفسير باللفظ كده زي ما اللفظ اتقال، وفي ما وراء بقى اللفظ يعني المعنى الحرفي. طب هم القرانيين ناس بيقولوا قرانيين ما بيعترفوش بالسنه، خلاص لان السنه حسمت الموقف. لكن انا عاوز ارجع تاني للقران. مش انتوا قرانيين وبتقولوا انه اشهر الحج هي الاشهر الحرم اللي هم الاربعه؟ ماشي. رجب وذو القعده، رجب وشوال وذو القعده وذو الحج. تمام. عرفتوا اساميها منين؟ ربنا بيقول ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، منها اربعه ايه؟ حرم. بس إيه كده؟ ما قالش اسماء. قال اساميهم؟ لا. طب افرضي واحد جه قال لي لا هم يناير وفبراير ومارس وابريل، اي اسماء بقى مثلا؟ اي امشير وطوبه. يبقى كلمه معلومات بيكلم الذين نزل عليهم النص ان العرب الذين كانوا مجمعين بلا استثناء ان هذا هو الموعد الذي يتم فيه الحج. تمام. الامر الثاني، ربنا بيقول للسيده عائشه والسيده حفصه، اثنين ولا ثلاثه دول؟ اثنين. فواحده ليها قلب وواحده ليها قلب، يبقى لما تكلمي تقولي ايه؟ سلم الله قلوبكم ولا قلبيكما؟ قلبيكم. مش كده؟ ربنا بيقول لهم ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما. قلوبكما ازاي؟ قول قلبيكما، دول اتنين. ان تتوب الف الاثنين اهي تخرم السقف. معناها ان تتوب يعني معناها انه يجوز اطلاق الجمع على المسنة. ايه المشكله في ده؟ فربنا يقول الحج اشهر معلومات شوال وذو القعده اهو مسنة، واطلق عليهم لفظ الجمع. صحيح. ما فيهاش يعني ما فيهاش حاجه. ربنا بيقول ايه في سوره نوح؟ جعلوا اصابع، واني كلما دعوتهم لتغفر جعلوا اصابعهم في اذانهم. معقوله واحد يدخل صوابعه؟ هو صباع واحد. صحيح. فيجوز اطلاق الكل على الجزء، الكل على الجزء. مش ربنا بيقول تبت ايه؟ يد ابي لهب وتب. يعني تبت يد ابو لهب وبقيت ابو لهب في الجنه؟ صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التوضيح فضيلة الشيخ خالد الجندي. الحمد لله على السلامة وحاجة مبرور وذنب مغفور إن شاء الله. بشكركم مشاهدينا، نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. السلام عليكم.